الحمد لله وعلى كل حال هذا التكريم هذا هو حاجه رمزيه بصح حاجه اللي تشجعني بزاف بزاف باش نزيد نافونسي في الخدمه تاعي. وانا الحاجه اللي نتمناها انه نقدموا اعمال كبيره باسكو قدمت بزاف اعمال نقولوا في هذا المستوى. انا عندنا امكانيات باش نقدموا حاجات كبيره اللي يخرجوا من الجيري كامل ويكونوا ديستيني مام خارج الجزائر ان شاء الله نقدروا نديروا. بيان سور هضرت على نقولوا بزاف قضايا من جهه على العراقيل اللي انا نعانيو منها باش نخدموا وباش نبدعوا وباش نمدوا حاجه شابه اللي تشرف الجيري. هضرت ثاني على مالوريزمو الواقع اللي انه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيها رداءة كبيرة فيها انحطاط أخلاقي وكل حال هادو مالس لي ميساج راني كنت هادر ديجا عليهم في الفيديو اللي من قبل على اليوتيوب. أنا راني نوجد إن شاء الله الخدمة اللي حنولي بها في الصيف هذا إن شاء الله. وبالنسبة للأعمال الكبيرة عندي سيناريو أنا اللي كاتبه دوبي أكثر من 5 سنين هكذايا. كانت لي تجربة مع سيناريو تاع 10 لـ10 2 مع جعفر قاسم اللي خدمت فيه عدة أشهر من ثم رفت إكسبيريونس واللي ان شاء الله واللي استغليتها باش كتبت سيناريو واحد اخر ان شاء الله ربي يقدرنا ونخرجه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.